اذا هنا عرفت القرار الاداري، ابقى القرار الاداري لابد وان يكون ممكنا مش مستحيل، مش امر واطلع قرار من الاستحاله، مستحيل تنفيذه. صدر قرار بتعيين كل خريج كليات الحقوق وكلاء النيابه، ينفع القرار الاداري؟ هل ده ممكن؟ اذا القرار في شيء استحاله، لابد ان يكون القرار ممكنا مشروعا لا يصطدم مع لائحه وبدوري مع لا مع قانون ولا مع دستور. طيب، صدر القرار الاداري صحيحا، بالعكس صدر القرار الاداري معيبا. كيف يكون صحيحا؟ اتعامل معاه ازاي؟ وكيف يكون القرار معيبا؟ اتعامل معاه ازاي؟ وماذا لو حجبت الجهه الاداريه صدور قرار مش هطلع قرار؟ اتعامل معاه ازاي؟ اتعامل معاه ازاي لو الجهه الاداريه قالت مش مطلعه على القرار؟ وهل الحاله دي زي الحالتين دول من حيث المواعيد ومن حيث اجراءات رفع الدعوه؟ طبعا بيختلف الحال. ومن هنا بعد ما تكلمت بهذا الموضوع اقول يمكن ان نحصر الموضوعات التي يمكن ان نتكلم فيها في مجال القضاء الاداري في قضاء الالغاء. اكتبوا معايا: الالغاء، التعويض، التأديب. هذه الثلاث دعاوى: قضاء، تعويض، تأديب. الله، هو القضاء الاداري بيدي عقوبه؟ ايوه، بيدي عقوبه. قضاء التأديب الجديد ده بقى اللي استجد دستور 2014، ودور النيابه الاداريه اتغير، ومين اللي يفضل ورا الدعوه، وانت كمحامي تتعامل ازاي مع الحاله؟ تتعامل ازاي مع التحكيم؟ تتعامل ازاي مع الطعن؟ حضرت مجلس تأجيل لموظف عام، سواء رجل شرطة، رجل قضاء، رجل جامعة، رجل عادي، حضرت انت مجلس تأجيل، تتعامل ازاي مع المحقق، مع المحكمة؟ وبمناسبة يا شباب، مجالس التأديب بمثابة محكمة أول درجة، يطعن على قراراتها فين؟ حد عارف؟ مين مجلس الدولة؟ فين؟ الإدارية العليا. يعني مسألة إيه محكمة إيه؟ ها؟ قضاء إداري. مجالس التأديب مسألة قضاء إيه؟ إداري. وبتطعن على القضاء الإداري محكمة إيه؟ الإدارية العليا. إذا هي المحكمة. طب أنا بقى بتتعامل معايا كمحكمة، شكلك إزاي وأنت قاعد بتحقق؟ هندخل مجلس التأديب تجد عضو مجلس الدولة موجود؟ ده العضو كان مش موجود. الله، طب الشكل اكتمل؟ اشوف هنا بقى ملاحظه دقيقه، انت ازاي انت محكمه؟ ها؟ طب انت تلاحظ الامور الشكليه وتلاحظ الامور بعد كده الموضوعيه ازاي تتعامل معاه. وهضرب لكم مثال: حاله صدر قرار بتعيين رئيس جامعه خاطئ، وحسن القرار، والقرار بيتحسن بمضي كام؟ عاوز اسمع الصوت. القرار بيتحسن بمضي كام؟ 60 يوم. الله، يعني القرار اصبح محصنا لا يجوز لي نطعن فيه؟ متى يجوز الطعن في القرار حتى ولو حصن؟ حد يعرف؟ ها؟ اذا كان القرار منعدما، اذا كان القرار ايه؟ منعدم. انت غررت بيا، انت غررت بيا وانت بتعرض عليا، وبالتالي عليك اصدرت القرار بناء على ايه؟ على المعطيات اللي قدامي، فكيف اطعن عليه؟ وكلف القرار القضائي الاداري اقول المفترض ان انا بعرف الاجراءات القضائيه، الاجراءات الاداريه، ودي اهم حاجه يجب ان يعرفها المحامي. المفترض نتكلم عن دعاوى التحكيم، دعاوى الاستثمار، وبهذه المناسبه
اتعشم باذن الله اذا قدر واساتذتنا موجودين ان احنا ناتي بعد المحاضره اللي جايه اجيب لكم معايا قانون الرياضه. ده بقى شغل البيزنس. اللي عاوزكم تتخصصوا فيه مش تخصص فيه شغلك الشاغل اقرا فيه. لان الوضع اختلف خالص. بس اجراءات رفع بس الموضوع 50,000 جنيه، اجراءات الرفع بس عشان اقيدها. شوف وتعمقوا في التسويه والتحكيم واقراها. هنقرا عن المحاكم الاقتصاديه. كم واحد فيكم تعامل مع المحاكم الاقتصاديه؟ نشوف. مش هنتكلم عن قرار الاداري الدولي. هنقرا عن تحضير الدعوه الاداريه، كيف احضر. جالك واحد كده قال لك يا استاذ انا اتفصلت من الشغل. اعمل ايه؟ كيف تحضر الدعوه؟ كيف تحضر الدعوه الاداريه؟ لازم نعرفها. كيف تكتب مذكره قانونيه؟ نرد عليها، نشوف نتعامل ازاي. وانتم عارفين مجلس الدوله المرافعات فيه مرافعات ايه؟ في مرافعات شفويه؟ كتابيه، مذكرات كتابيه. كيف تتعامل معاه بقى؟ عميل في حرفيه في التعامل. ها؟ هو بيعاملك باسلوبه وانت تتعامل باسلوبه. كيف اطعن امام مجلس الدوله؟ وكيف اجدد؟ ودي يجب ان تنتبهوا اليها كويس جدا. درستوا انتم في القرار الاداري امتناع السلبي، امتناع الاداره السلبي. انا راجل مشيت، انت اصدرت ايتها الاداره قرار بتخطيه في الترقيه. بتخطيه في الترقيه. الدور اللي انا بعمله يجب، خلي بالك ما اقولش يجوز، يجب ان اتظلم من القرار في الموعد. كان الموعد 60 يوم. طب التظلم هنا عملنا ايه؟ قطع المده ولا ما قطعهاش؟ قطع. طب التظلم هنا وجوبي ولا اختياري؟ هنعرف لو تظلم وجوبي. تظلم ايه؟ لازم تتظلم. شكل التظلم ازاي؟ نعرف. المهم الجماعه اصحابنا اصدروا قرار الجهه الاداريه بتخطيك في الترقيه بعدم تعليمك بفصلك، ثم امتنعوا من الرد عليك او امتنعوا من اصدار قرار. اعمل ايه؟ بسميه امتناع سلبي. امتناع الاداره السلبي عن اصدار قرار لا يتقيد بالمواعيد. مفيش مواعيد. مفيش ايه؟ مواعيد. لا. ده هنعرفه. دي الموضوعات دي كنا بنتكلم عنها، كما انك بتتكلم في القضاء العادي عن طرق الطعن في الاحكام، فبتقول الطعن بالاستئناف، الطعن بالنقض. ها؟ كذلك تتكلم في القضاء الاداري كيف اطعن على الاحكام. حكم صدر المحكمه الاداريه اطعن فيه فين؟ حكم صدر المحكمه القضاء الاداري اطعن فيه قدام مين؟ طب حكم صدر الاداري العلوي اعمل معاه، اتعامل معاه ازاي؟ ابانا كان درست طرق الطعن في الاحكام امام القضاء العادي، ندرس طرق الطعن في الاحكام امام القضاء الاداري. انتوا عارفين طبعا اختصاصات محاكم مجلس الدولة. اذكر منها الحاجات اللي تعرفوها، يعني المنازعات الخاصة بالمرتبات، بالمعاشات، بالمكافآت المستحقة للموظف العمومي. الموظف العمومي. وهنا يحضرني سؤال، طب ايه دور الجمعيات والنقابات؟ محكمة نقابة المحامين، نقابة المحامين رفعت دعوة. نقابة المحامين طعنت على قرار. هل طعنت على القرار بصفتها ممثلة للمحامين ولا بصفتها الشخصية؟ واحد فينا أحد المسؤولين سب أحد المحامين. ماذا يتعرض له؟ أنت بشخصك، النقابة بصفاتها. ممكن تعرضوا انتوا الاثنين؟
ممكن تعرض ليه؟ ممكن ترفع عليه دعوة؟ ممكن. هم تعاملوا بإيه؟ بصفاتهم وأشخاصهم. وأنت تعاملتوا بإيه؟ بأشخاصهم. في وحدة ولا مفيش وحدة؟ في وحدة. هنعرف إزاي الطعن على قرارات النقابة أصدرت قرار. كيف أطعن على قرار النقابة؟ وكيف أطعن على قرار الجمعية؟ وإيه الفرق بين ده وده؟ اتنين، بيختص مجلس الدولة في الطعن على القرارات الإدارية النهائية. وما أقول نهائية يعني القرار التمهيدي ملاش حل. يصدر قرار إداري نهائي مش تمهيد. ما نفرق بين ده وده. منازعات الضرائب، دعاوى الجنسية، القرارات اللي بيرفعها الموظفين لإلغاء القرارات التأديبية النهائية، قرار تأديبي. طب ليه ما قلتش حكم؟ ليه ما قلتش حكم؟ هل الجهات أخرى تصدر قرارات تأديبية؟ هل يمكن الجهة الإدارية التي تنتمي إليها تصدر لي ضد قرار تأديبي؟ أيوه. قطع عليه إزاي؟ طب لو أصدرته المحكمة قضاء التأديب أسميه قرار ولا حكم؟ قطع عليه إزاي؟ قطع عليه إزاي؟ أيوه. طب وما أطعن عليه؟ أطعن عليه بصفة قرار يتقيد بالمواعيد ولا أطعن عليه بصفة حكم؟ خلي بالكم ده النقاط دي دققوا فيها شوية. عشان لما نيجي ندرس قضاء التأديب، التأديب المستحدث الجديد اللي دخل فيه النيابة الإدارية وكمل المشروع لمجلس الدولة، عندما يصدر حكم أسميه حكم، قطع عليه إزاي؟ قطع عليه بصفة قرار ولا قطع عليه بصفة حكم؟ كل هذه موضوعات يمكن إن احنا نتناقش فيها.